كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ووجود علاقة لتفاقم الأزمة بشركات مرتبطة بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحكومة اليمنية أن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود وستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس فقد أضاف المسؤول الحكومي أنه بسبب الخلافات الداخلية فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل تسلم المبلغ مقدماً.